في الخاص، المرأة السورية من ساحات الثورة إلى مراكز القيادة، تقرير منى صليبة. وبيعملوا حاجز بيني وبين البقية اللي موجودين وبيسحلوني سحل بالشارع. الحرب الشعواء اللي انعملت علي وعلى اللي وقعوا، خاصة الأسماء، هن ركزوا على 5 أسماء. يوميها أدرك الجميع أنه خلص السوريين ما رح يسكتوا. جمعة الزحف إلى ساحات الحرية، جمعة المجلس الوطني يمثلني، جمعة الموت ولا المذلة، جمعة أطفال درعا. اختلفت تسميات الجمعة التي حملت الدعوات إلى التظاهر في بدايات الثورة السورية، وتنوعت المناطق التي انطلقت منها. وفي كل هذه التظاهرات عنصر عملت ندى عبد الصمد على تقفي أثره، تارة وسط الحشود وتارة عبر رصدها التفاعل الإلكتروني، هو المرأة في الثورة السورية. وهكذا ولد الوثائقي نون الثورة البدايات. إذا بتتذكر البدايات ما كان عم يطلع كتير أخبار، صح. كيف بلشت؟ وين المظاهرات الأولى؟ شو صار فيهم؟ لأنه الناس اللي كانوا عم بيشاركوا كانوا بعدهم عم بجسوا نبض السلطة، وما كان في كمان إعلام يغطي التظاهرات الأولى، أو كان في حضور محدود. مشان هيك كانت فكرة الفيلم ليش عن طريق المرأة؟ لأنه كمان كان عندي تساؤلات أنه الحكي عن قصة أسلمة المجتمع السوري وما إلى ذلك كمان خلاني أطرح تساؤلات لها علاقة بدور المرأة بالحراك، ببداية الحراك كيف كان. أنا اخترت هالثلاث شخصيات للي هن سمر يزبك، سهير أتاسي، وريما فليحان. اخترتهم حتى يكون يعني رواية البدايات أو تساؤلاتي حول البدايات اللي مطروحة عند كل العالم من خلالهم، بس هو أقرب لأنه نقول كان في دور للمرأة السورية. هيدول اللي طلعوا معي، الصبايا اللي طلعوا معي، منهم الرائدات في الثورة السورية، ولكن مشاركات، لأنه في ناس بعدها جوا، في ناس اعتقلت، في ناس بعدها عم بتشارك بالحراك. شو كان دورهم؟ كان دورهم مثلهم مثل عشرات لبل مئات من الناس اللي شاركوا ببداية الحراك. من خلالهم عم نروي روايات كيف انطلقت الثورة السورية. ولكن عندما اختارت عبد الصمد هذه الشخصيات الثلاث بعد متابعتها بدقة، لم تكن تعلم أن القدر يلاحق أتاسي لتنتخب نائب رئيس الائتلاف السوري المعارض. يعني سهير أتاسي بكرة بس نعرض الفيلم بتشوفوا يعني شخصية شجاعة، شخصية عارفة أي سورية بدها، عندها حلم لسورية ديمقراطية، مشان هيك شاركت بالحراك. هلأ هون سهير ورثت الخلفيات السياسية، ولكن استكمالها للطريق بسياق قناعة وبسياق نظرة محددة لمستقبل سوريا. شو الوثائقي هذا استحوذ على اهتمام الغرب، فقد اختير ليشارك في عدد كبير من المهرجانات الأوروبية، وهو مرشح لنيل جوائز كثيرة، منها واتش دوغ، أهم مهرجان لحقوق الإنسان في أوروبا.